ثمنت قيادة السلطة المحلية في المخا جهود العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح للتخفيف من أعباء الحياة بسلسلة مشاريع قيد التنفيذ، وعلى رأسها مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بدعم من دولة الإمارات. جاء ذلك في زيارة جماعية إلى مكان المشروع، واطلع الجميع على سير العمل واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير المشروع عن مكونات المشروع وطاقته الإنتاجية ومراحل الإنجاز، مؤكدين أن المشروع دخل مرحلته النهائية بوصول الأدوات اللازمة لتوليد الطاقة. باسم السلطة المحلية نشكر الأخ العميد طارق محمد عبد الله صالح والأخوة الأشقاء دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم كل الدعم لليمن بشكل عام والمخا بشكل خاص والساحل الغربي. اليوم يجب على الجميع أن يتغنى وأن يتكلم وأن يقول عن هذا الخير وعن هذه الفائدة، للعلم بأن المشاريع الكبيرة والمشاريع الدائمة تأخذ سنوات لكي تتم، لكن في شهور وفي وقت محدود تم إيصال المواد وتم تركيب، ويبقى أشهر قليلة على افتتاح المشروع. فلأجل هذا يجب أن نوصل رسالة للعدو وللصديق أيضا بأن المشاريع العملاقة في الساحل الغربي تمر متوازية مع المعركة الوطنية التي يقودها العميد طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله، والشكر موصول للأشقاء في الإمارة العربية المتحدة. مكونات المشروع هي عندي يعني المشروع بدرجة رئيسية الأعمال المدنية والإنشائية، هذا الحديث عندي 6600 قاعدة خرسانية كل واحدة حدود متر مكعب، عندي هيكل حديدي سمع 150 طن بالصعوبات شلون نوصله باللوجستيات كل الصعب، بس الحمد لله قدرنا. عندي 30,000 لوحة من أرقى الألواح بالعالم رقم واحد. 30,000 لوحة حتوصل إن شاء الله. الكبرات المعدات كلها من مناشئ درجة أولى ألمانية أوروبية أمريكية، 20 ميجا تغطي المخا وزيادة. نعم، بس الناس لازم تفهم أنه الاستخدام يكون ترشيد.